تيمو. أهلين حبيبي. أيوة حافظك بصم. لما توقفي لي هالوقفة يا بتمك حكي يا أما عملتي لك شي عملة. خير شو في؟ معي ضيف. أهلا وسهلا. مين؟ تفضل. شو ما في تفضل؟ ولو أنا عباب بيتها. تفضل تفضل يا تيم. اليوم في حدا تعرض لي بالشارع. مين هاد اللي تعرض لك؟ مو مهم حبيبي، بعدين بحكي لك. لكن شو المهم؟ طول بالك. المهم انه في حدا من عائلتي اجى دافع عني وحماني واجى هيك بالوقت المناسب. ما عاش حدا يتعرض لك ونحن موجودين، انت او زوجك. الدم بعمره ما بصير مي. طيب انا كثير مبسوطه انه انتوا الاثنين اجتمعتوا. خليني روح ساوي قهوه قبل ما ترد الدمعه من عيني. تفضل. لك شو بها؟ ليش فاتت على غرفتها وسكرت على حالها الباب؟ والله يا خالتي مو بس بابا عم بتسكره، عم بتسكر كل الابواب اللي بيننا وبينها. لك امي مو على اساس طلعتوا تغيروا جو؟ شو يلي صار؟ ما بعرف، سألوها لإلها. شو بدكم تسألوني ولا شو بدكم يعني جاوبكم؟ جايبيني ومقعدينني بنص بيته، شو بدكم يعني جاوبكم؟ مفكرين اذا شفتوا صوره على الحيطان بقدر انساه؟ ولك وين ما عم طلع عم شوفه، عم شوف الذل اللي عايشني فيه. هاي تطليعات الشفقه يلي عم تطلعوها فيني عم تذلوني فيها مثل كمان. لك انا ما عم بفهم انت ليش هيك عم تعملي فينا؟ لك ما تعبتي جلد بحالك وفينا؟ لك ما ضلت طريقه الا وعملناها لحتى ترتاحي. بس انت مصره تدوري على هذا الشبح لحتى تعاقبينا فيه. شو بدك؟ شو بدك؟ نهد البيت لحتى ترتاحي وتنسي؟ لا ما بدي تهدلي البيت لارتاح وانسى، بدي تشلي كل المرايا من البيت مشان بطل شوف حالي فيها. والله يا اخي تعبنا، ويلي اسمه الله تعبنا، ولك يلي عم يدفع الثمن ما له علاقه بيلي صار. والله ما عاد طالع بايدي شيء، ما عاد طالع بايدي شيء. بعد ما رجعك فادي من على الحدود انا قطعت لحالي، ومن بعدها ما بقى شفت فادي ولا حكيت معه لوقت اللي اجى لعندي هو وتيم. وقتها بس عرفت انك مخطوفة، بس انا ما كان الي علاقة بكل اللي صار ولا حكيت مع حدا. صحيح انا استخدمت جوزيف لأوصل لك، بس وقت اللي عرفت مكانك ما قبلت بعت اي حدا لعندك وجيت انا.
شوف الياس، الحقيقة في ثقة مفقودة بيناتنا. ما بدي كذب عليك، أنا رح حاول رمم هالثقة كرمال بس هالابتسامة اللي شفتها اليوم على وش مرتي لما حست إنه في حدا من عيلتها لسه موجود وممكن يكون سند إلها. ما حابب أحرمها هالإحساس، وأكيد هذا الشيء بيهمني كتير. بس عندي سؤال، ليش بالوقت اللي اختفت فيه مايا وكنا عم ندور عليها ونزلنا لحتى نشوفك وندور عليك انت اختفيت وما عاد بينت؟ انا طلعت من لما دريت انه مايا مخطوفه، مو خوفا من الشرطه واني تورط بشي، لا ابدا. انا كان كل همي اطمن عليها واثبت للكل انه انا مالي علاقه بكل يلي صار ولا يمكن اعمل هيك شيء. صار لك زمان عم تراقبني؟ لا لا مو كثير، كنت دائما احس انك قريب بس ولا مرة تخيلت انك تكون تحت بيتي. اصرار مايا وحربها كرمالك خلانا كلياتنا نوقف قدام يلي عملته. ما بعرف شو في يقول، بس مايا بنت عمي من دمي ولحمي، كرمال بعدها عنك كنا راح نخسرها. بس خلص، طالما هي اختارت هذا الطريق ما بقى فينا انلك غير انه مايا راح تضل امانه برقبتك. مو بس امانه برقبتي، مايا رح تضل كل عمرها بقلبي وبعيوني. على فكرة مايا، بدي احكي قدام جوزك مشان تصفى القلوب. يا ريتك صارحتيني من الأول إنك حابة رجال تاني، كانت ردة فعلي غير أكيد وما كان صار يلي صار، وبعمره ما كان الهروب حل يا بنت العم. لا تنسي إنه أنا رجال بالنهاية. عموما الله يوفقكم. يعني هالمرة مو جاي ترجعني عشان ترجعي مرفوعة الراس، انت وجوزك. ياس جيتك غالية كتير وزيارتك عزيزة. نحنا طبعا رح نسحب البلاغ اللي قدمناه ورح نشهد بالمحكمة انه ما لك علاقة بإشي صار. اكيد. وانا رح ضل قريب، واي شي بتعتازه انا جاهز. اليوم نقلنا من المزرعة. ايه؟ هيك فجأة قررتوا تنقلوا؟ يعني ضبيتوا غراضكم ومشيتوا؟ شو بدنا نعمل؟ ايه ما بقى رح زوركم. لا، نحن ما نقلنا كرمال ما تزورينا، ولا ما بتزورينا إلا إذا كان في خيل. أنا كل الخيل ما بيعني لي أصلاً. شو اللي بيعنيك الخيل؟ الخيل. ايه بدها فنجان قهوة إذا هيك. يا عم بعمل. انت ازاي شغال بنت ديان؟ ما خطر لي انك تكون تعرفها شخصيا. يعني ايه ما خطر لكيش؟ مش هي دي نفس البنت اللي انت اديتيني عنوان بيتها وقلتي لي ياسمين مستخبيه عندهم في البيت؟ ما توقعت انك تروح لعندهم شخصيا، قلت اكيد بتكون بعت حدا من رجالك. صدقني ما خطر لي. لا ما اعرف، التكهنات والتوقعات دي ما لهاش وجود اطلاقا في القاموس بتاعي. وانا شو بعمل يعني؟ بشيل الشركه كلها لحالي؟ ما حدش قال كده، عيني موظفين زي ما انت عايزه. ساعتين ثلاثة يكون في سكرتيرة موجودة على مكتبها. عايزة ايه تاني؟ لك انا كل القصة كان بدي حدا اوثق فيه وهي رفيقتي الوحيدة. في البيزنس مفيش صحاب، وسر النجاح في الكون كله انك ما تثقيش في حد. ولا حتى فيك؟ اسمعيني كويس يا لامار، انا اتفاقي كان مع لامار البنت الذكية اللي عارفة كويس قوي هي عايزة ايه وهتعمل ايه. لكن التصرف الاخير اللي انت عملتيه ده بصراحه في منتهى الغباء اللي في الدنيا، وجو ما بيشتغلش مع الاغبياء، بكره الغباء. لو في يوم من الايام حسيت انك خسرتي ذكائك يبقى ملوش لازمه اصلا ان احنا نكمل شغلنا مع بعض. متهيألي كلامي واضح. سوري تاخرت عليك. ياسمين ولا يهمك، ازيك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. خبطتيني يا بنتي، شغلتي لي بالي. ايه الموضوع المهم جدا جدا اللي انت عاوزاني فيه النهارده ده؟ اول شيء بصراحه هن موضوعين مش موضوع واحد، مهمين كتير، ما حدا غيرك بيقدر يساعدني فيهم. يا ستي بامرك، تحت امرك اطلب اللي انت عاوزاه. بدي اياك تخبي لي هيدا عندك. ده ايه ده؟
هدفي وكل مجوهراتي وكل شيء بمتلكه يعني، الشيء المهم مخبيته هون. طيب بتديهم لنا ليه؟ آخ، لأنه هيدا أول شغلة رح أفكر فيها جو بس أترك الفيلا. إيه ده؟ هو أنت خلاص؟ قررتي فعلاً تمشي؟ خلص، قررت أمشي. كرمال هيك أنا هون اليوم. يا ريت تقدر تلاقي لي شقة صغيرة أقعد فيها مع الماما بس أترك الفيلا. هو ده الكلام الصح يا ياسمين. أنت كان لازم تعملي كده من زمان، برافو عليك. صدقني من زمان بفكر بهالشيء. بس ما كان عندي الجرأة الكافية إنه أقدر آخذ قرار. طب وإيه اللي تغير دلوقتي؟ تعرفت عليك. بتعرف أنا ما بحياتي كان عندي سند. توفى البابا كنت كتير صغيرة. خيي كان مريض. الله يرحمه. الماما معترة ما بيطلع بإيدها شيء. ما بحياته كان عندي حدا. لما تعرفت على جو فكرت حالي تعرفت على الرجال رح يقدر يحميني. للأسف طلع بده مين يحميني منه. بتعرف ماما قالت لي هالشي بس ما صدقتها. كان بالي بالشهرة والشيخ والحب. دريتني سمعت منها. بس لما تعرفت عليك حسيت انه عن جد الدنيا بعدها بألف خير. بعد في ناس طيبة وبتساعد بلا مقابل. على فكرة يا ياسمين الدنيا مليانة ناس طيبين ومعدنهم أصيل. مش أنا بس. أنا أصلاً بكره الظلم جداً. لأني اتظلمت كتير في حياتي. على الرغم من إن جو هو اللي صاحبي مش أنتي. بس لقيت نفسي مش قادر غير إن أنا أقف جنب الحق. مش قادر غير إن أنا أكون واقف جنبك يا ياسمين. المهم إيه بقى يا ست الشقة بقى؟ عاوزاها في أي منطقة؟ عايزة مواصفاتها تكون إيه؟ قوليلي. ما بتفرق معي حسام، حيالها محل. أهم شي تكون بعيدة عن عيون الناس وعن جو. إذا كانت قريبة منك كنت أحسن وأحسن. يلا يا عماد، ما بقى بدي إياك تتعب وتقوم، جسمك بعده تعبان بده رياحة، خليني ساعدك ترجع تتسطح. بترجيه كبيرة. أنا بحاجة إني أوقف وأمشي. بليز ما تخليها تأثر عليك. هي ما عم بتأثر علي، بس عن جد جسمك تعبان لازم ترتاح. أنا كل اللي بيهمني إني أوقف وأمشي. بليز أنا ما بدي إياك تتعب. ما في شي متعبني غير العجز اللي حاسس فيه. حاسس إنه ما عندي نشاط، ما قادر أوقف على إجري. ميرا كل ما عم بيمرق نهار هون كل ما عم بتعب أكثر. بدك تفل؟ ما فيي فل إذا أنت ما ساعدتيني. الله يخليك رجعني مرتاح، رح أعطيك مسكن أنا. ميرا إذا بتريدي ما بقى تحكيني بالمسكنات، عم بيهدولي جسمي. ميرا بعرفك إنه أنت مرة نظيفة وأوعى من إنك تتورطي مع هيك مرة. هيدي المرة ما بينوثق فيها. وحدة خاينة. أنت ما بتعرفي شو عملت بجوزها وبأختها وبأخت جوزها. ليش أنت بتعرفها منيح؟ أنا اللي بعرفها. وجودنا هون أخطر شي ممكن نعمله بحياتنا. بس أنا شو في أعمل؟ شي واحد بس، طلعيني من هون. ايه ده؟ في ايه؟ خضتيني؟ خضيتك؟ انت بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ واحد لابس بدله واقف جنب دولاب هيكون بيعمل ايه؟ اكيد بدور على البيجامه. وبعدين فين العشاء؟ انا جعان. حاضر العشاء يلا. حاضر حاضر.
ترتي احسن. الخوف عم يقول معي وين ما يروح. الخوف شو رنا؟ نحن كلنا حواليك، بعدين ما حدا ممكن يهود ناحيه الفيلا. سوري تاخرت. بعد ما بلشنا الو اهلين. لا لا ما في مشكله. خبرني شو صار معك. إيه؟ ولا قدرت تعرف مين الشركه اللي اخذت الاعلان؟ شو هالسريه الفظيعه هذه؟ بصراحه لا مش مطمن. طيب طيب خليك عم تحاول تعرف مين. اوكي مع السلامه. شو في؟ ما بعرف. كنا عم نشتغل على اعلان لمجمع سياحي ضخم وفجأة بيلغوا الاتفاق وبيوقف الشغل. واضح انهم عطوه لشركة تانية. لحد هلا ما في مشكلة. بس من فترة كنا عم نشتغل على اعلان تاني وكمان بدون أي سبب بدون أي سابق إنذار بيلغوا الاتفاق. وبسمع انهم عطوه كمان لشركة تانية. الغريب اني مش عم بقدر اعرف مين هي هالشركة. اف معقول تكون ذات الشركة؟ هيك الهيا. طيب ولا عم بيخبوا لمين عطيوه؟ هيدا اللي رح يجنني. ليش كل هالسرية يعني؟ غريب. الا ما اعرف مين عم بيحاربني. سوري كملوا عشاكم انتو. تصبحوا على خير. انت من اهله. ليش عادة بالعتمة؟ ناطرتك. أصلا من زمان ما عاد قدرت أقعد بالضو. ليك سامي أنا ما أجيت لهون حتى أجلدك ولا لأجلد حالي، وجيتي لهون ما كانت بقرار مني، ولو كان القرار إلي بعمري ما كنت برجع لهذا البيت. هذا البيت كان لازم ارجع له انا عروس، والغرفه اللي جوا كانت عم تتحضر لتكون غرفتي انا وتيم. شوف كيف رجعت مشوهه يتيمه بلا اب. ما تفكر انه النسيان سهل سامي، لانه انت ما بدك تنسي. لك مين قال لك انه انا ما بدي انسى؟ بس انا صرت عم خاف من كل الناس، عم حس انه كلهم بدهم يأذوني. حتى انا؟ ايه انت عم تأذيني بالشفقة اللي عم شوفها بعيونك، لانه ما في حدا بالكون ممكن يحب وش مشوه بهي الطريقة حتى لو خف هذا التشوه. تصبح على خير. مزبوط انا ما كنت حبك، ويمكن لو كنت بحبك عن جد ما كنت تركت تايم يروح ويطلبك. انا اللي قربني منك هو الظلم. أنا وياك كثير انظلمنا، فحسيت إنه ما حدا رح ينصف غيري وما حدا رح ينصفني غيرك. اللي تركك تركني معك وظلمني. يمكن أول ما فكرت أخطبك كنت حس بالشفقة، بس هلأ عم بتعلم منك القوة وعم بينولد جواتي إحساس جديد، وهذا التشوه اللي عم تحكي عنه رح يروح ويختفي. بس دير بالك على طيبتك وحنيتك، لا تخليهم يشيلون منك بغرفة العمليات. ساتني ما عم صدق اللي صار. الياس يا الله الياس، كيف خلق هيك قدامي فجأة؟ ما بعرف، وما بعرف شو حسيت وقت اللي شفته، وما بعرف ليش ضليت واقفة ما هربت منه.
بس انت ملاحظة انك من الصبح لهلا ما حكيتي لي مين هاد اللي تهجم عليكي؟ لك مين؟ ما حكيت لك لانه ما بدي احكي لك، لانك حتتهور، وعدني انه ما تتهور. بوعدك، لعيتي لقلبي بقى، احكي مين هاد؟ مين في غيره يعني؟ جو روماني. شو؟ جو روماني؟ ايه. وين شفتي لهذا البطيخ وكيف؟ عند لامار. لا لا انا ما عم بفهم شيها. شو لمو على لامار هاد؟ قصة طويلة تيم. مختصرة اني خسرت رفيقتي الوحيدة وكسبتك. هلا بدك تحكي لي وبالتفصيل. الو اهلين. اه لا يلا جاي 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 مش مشكله. ايه يلا روح. بونجور. بونجورين. شو فهم جهاد؟ ايه هي نزل على الشركه. وانت شو قررت تعمل؟ عم بقرا هون بالجريدة انه في شركة ميديا ضخمة بدون موظفين. رح تحكيهم؟ انه في حل تاني؟ عندك بس انت مش عاجبك. ولا رح يعجبني. بلاش الدراما الله يخليك، هي فترة وهتعدي، هتلاقوني بطب عليكوا تاني. نادية خلي بالك من نفسك، وأول ما توصلي اسكندرية تكلميني على طول. ما تقلقيش يا حبيبتي، وأنتي كمان خدي بالك من نفسك. حسام، سامحني لو زعلتك في حاجة أو كنت غلسة معك شوية كده. شوية كده؟ شوية؟ يا بنتي عبيطة، أنتي زي أختي الصغيرة بالظبط. ولعلمك بقى لما هتسافري هتقصري فينا جامد. مين يا ربي بقى اللي هيقعد يتجسس عليا ويبص في تليفوناتي ويبلغ فرح بالاخبار؟ مين يا ربي مين؟ خلاص هرجع تاني عشانك وفي اقرب وقت كمان. هتتجسسي عليا تاني؟ ماشي. طب يا ستي كنت خليتيني بس اوصلك، يعني ايه لزومه التاكسي وتكلميه ويجي؟ ايه لزومه الكلام ده؟ لا مفيش داعي، اصلا انا ما بحبش الوداع. ما كفايه الفيلم الهندي اللي بتعمله فرح دلوقتي. انت هتقولي لي؟ طيب هنزل انزلك الشنطه تحت عشان تقولي ان حسام سلامه نزل لي الشنطه بنفسه. يلا. اكتبي يا فرح، اوعي توقفي كتابه، دي فرصتك. يعني بفهم من حديثك انك خلاص بطلتي تشتغلي معها للامار؟ يا امي عليك شو ملعون. يعني بدك يعني اقول لك انه كان معك حق. اي سيدي فروض الطاعه كان معك حق. ميوش بعد جايت الياس لعنا امبارح، حاسه انك حابه تنزلي نعيش بالشام؟
بصراحة حس يمكن أهلي تصالحوا مع القصة ونزلة الشام بالنسبة لي أكيد صارت أسهل، بس يا ترى أهلك يكونوا غفروا لك؟ ما المشكلة يا تيم؟ مو بالشام المشكلة، فينا نحن. نحن بحاجة مجتمع يقبلنا مثل ما نحن. سي رائد، العقد ده عقد إزعاج صارم جدا بصراحة، فيش ولا بند لصالحي. بس يا جو، أنا من عادتي بحب أضمن حقوق غيري وحقوقي، وهيدا العقد بظن إنه بيأمن لك حقوقك مثل ما بيأمن لي حقوقي. على كل إن هيدا إجراء روتيني وما بظن رح يسبب أي مشكلة بالنسبة لشخص ملتزم بعمله مثل حضرتك. لا ما أقصدش يعني ربنا ما يجيب مشاكل، مش دي الفكرة، بس حضرتك بس يعني البنود اللي موجودة قوية جدا عليا، أقل بند فيهم يقضي عليا يجيبني في السوق لمسة أكتاف، مش هيبقى فيه جور وماني، وبكده طبعا السوق مش هيبقى له طعم من غيري. بس هنقول ايه بقى، انا متفائل ان شاء الله مش هيحصل مشاكل. هو بس في سؤال حضرتك، مين اللي هيغني مع ياسمين في الحفله؟ انا بعد ما قررت بشكل نهائي، ممكن تكون جيلنار او زينة او ستيفاني، انت شو بتفرق معك؟ لا تفرق معايا كتير جدا، ام سوري، معلش، لا 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 خالص، تفرق جدا سي رائد، انا اسف. على كل حال مسيو جو، إذا منك مرتاح للموضوع فبعد ما صار شيء، بالنهاية الخيارات كتيرة وما رح نتوقف عند حدا. مش عارف ليه حضرتك متسرع شوية، بتاخد كل حاجة بسرعة كده. أنا ما أقصدش يعني إن، بس هو شغلي، يعني شغلي لازم أسأل، وبعدين ده شرف لينا إن إحنا نتعامل مع عليك. إذا بتحب تاخد مهلة لتفكر بالموضوع ما عندي مشكلة، بس ما بظن إنه الوقت رح يكون لصالحك. حضرتك ليه بتاخد كل حاجه بجد كده يعني؟ احنا بندردش مع بعض يعني. لا 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 لا، انا متفائل، وش حضرتك سامح. الام حضرتك الم؟ شكرا. قلتي لهم انك سافرتي؟ ايه، وهلأ فاكريني صرت بالمطار. خطك المصري تفاعل، فيك تستقبلي منه مكالمات وتحكي منه. ما بعرف ليه خايفة، وبصراحة ما عرفت ليه خليتني اكذب عليهم. اسمعيني منيح يا روحي، لتكوني ناجحة لازم تكوني مستقلة، يعني عايشة بالبيت لحالك، تطلعي امتى ما بدك، تستقبلي مين ما بدك. يعني بدي اسألك سؤال، حسام وفرح كانوا حيخلوك تكوني مستقلة وتعيشي مثل ما بدك؟ طب إذا حسام وفرح عرفوا إني هون؟ التونن والتردد هاد رح يوقعك. طيارتك على الإسكندرية لسه ما طلعت. حسمي أمورك يا روحي، نحن ما عم نلعب. لا 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 لا، أنا حاسمي أموري كلها. أوكي، لكن خلينا نبلش بالجد. إيه أوكي. الو، هيا مستر شمعون، ازيك؟ ايه الاخبار؟ لا تمام. طب كويس. طب ايه، اقدر اشوفك امتى؟ اه طبعا اقدر دلوقتي. خلاص هغير هدومي ومسافه السكه واكون عندك. يلا سلام عليكم. هو مين مستر شمعون ده؟ واحد صاحبي، متعرفيهوش؟ لا سلام، أول مرة أسمع إن عندك صاحب اسمه شمعون. إيه الصاحب المفاجئ ده؟ مش مفاجئ ولا حاجة، ده منتج قديم كنت أعرفه من زمان يعني، وبقالنا مدة ما تقابلناش. تقابلنا امبارح فجأة، فاتفقنا إن إحنا نتقابل النهاردة شوية. وهترجع الغدا ولا لأ؟ مش عارف يعني، لو هتأخر هكلمك في التليفون، انتي بس اقعدي اكتبي وركزي وما تشغليش بالك بأي حاجة، حتى الأكل، ما تعمليش أكل، أنا هجيب أكل معايا وأنا جاي. يلا، سلام.
وزهر عفوا ما بدي انطر كثير. بتحب اطلب لك فنجان قهوه؟ انه صرت شارب فنجانين قهوه وبعدي ناطر. نحن عنا ناطره هون، يعني بدي اعتذر منك، بدك تنطر شوي. بالاذن شوي. الو؟ ايه اوكي. ايه اوكي اوكي. حاضر. مثل ما قلت لك استاذ اياد، بدك تنطر شوي، نحن عنا ناطره، يعني شي خمس دقائق بصير فيك تفوت. بعد خمس دقائق؟ يلا حبيبتي انا نازل، لو عوزتي حاجة بكلميني في التليفون، اوكي؟ ايه ياسمين، ازيك عاملة ايه؟ بقول لك الراجل السمسار اللي انا قلت له يدور لك على شقه كلمني، بيقول الشقه جاهزه. اه لا ما هو اداني ميعاد كمان نص ساعه. فاضيه تشوفيها؟ طب خلاص البسي انت وانا هبعت لك العنوان في مسج على الواتس. يلا اشوفك هناك، باي باي. لازم اشكر القدر لانه حطك بطريقي. طبعا القدر. لو مش انا اللي متلفن واخد موعد كنت اتاكدت انها لعبه من لعباتك اللي زهقنا منها. معناتها انا بريئه هالمره. انت ما بعمرك كنتي بريئه لمار. عن اذنك. لحظه بس. انت ليه عم بتفتش على شغل؟ ما يكون جهات جحتك من الشركة مثلاً. بتعرفي شو مشكلتك؟ مفكرة كل العالم بتقبل تتعامل مثل ما أنت بتتعاملي. على فكرة شحطتك كانت كتير منيحة وما بتليق بحدا غيرك. رح أعمل حالي ما سمعتك وأقول لك إنه بواب الشركة مفتوحة لإلك. فيك تبلش من اليوم شغل إذا بدك. فشرتي. لو بدي اشحد على الطريق ما بيشتغل عندك. هيدا لانك غبي. عم بتروح على حالك فرصة كتير كبيرة. أنا فيني ساعدك. فيني أدعمك لتكبر وتنتقم من كل يلي أذيوك. إذا مفروض انتقم من حدا فهو منك لمار. أنت الوحيدة اللي أذيتيني بحياتي. على أساس أنت الملك البريء. قد ما أكون شخص سيء، ما رح أكون ببشاعة روحك. عن إذنك مدام لمار، تأخرت على مرتي. صحيح لمار، أنت كيف صرتي مديرة هالشركة؟ نسيت أني كنت مديرة شركة سابقاً؟ طبعاً مش ناسي. بس يلي بعرفه كتير منيح انه التمن هونيك كان خيانتك لإلي وزواجك من جهات. شو التمن اللي دفعتيه هون؟ اطلع لبرا. اطلع لبرا! طالع. اساسا ما بيشرفني يكون معك بنفس المطرح. عن اذنك يا حضرة المديرة. ممكن سؤال؟ تفضل. هيدي الشركة لمين؟ مين صاحبها قصدي؟ مدام لامار. مدام لامار. برافو عليكي أنت، سكرتيرة شاطرة كثير. سلميلي على المدام.
سامية.